مساء الخير. مساء النور. اسمك ايه؟ احمد. عندك كام سنة؟ 18. طيب بص يا احمد، هسألك على اسماء ابناء الحيوانات. تمام. بس يا ريت تجاوب صح. تمام. لو خنفس اتجوز خنفسة هيخلفوا ايه؟ اكيد خنفوس صغير. لا هيخلفوا ايه يعني، هيخلفوا اللي يخلفوه. مش محتاجة حاجة يعني. خنفس برضو؟ خنفس يعني مش اسم تاني؟ لا. كلب. كلب ايه؟ لا مش عارف. انا ما اعرفش يا ست هاني، انا لا اعرف اقول على طول. خنفسه. برضو يعني مش هخليه حاجه تانية؟ لا لا. طيب لو ضفدع جوز ضفدع؟ لا مش عارف. قطه. ضفدع برضو. ضفدع برضو بجد؟ هو لو ضفدع جوز ضفدع يخلف ايه؟ مش ضفدع. ضفدع يا عم. ضفدع. هيجيبوا ضفدع صغيره. هيجيبوا ضفدع برضو. ضفدع لو ديناصور اتجوز ديناصوره. صغير ديناصور يعني؟ لا انا عايز اعرف صغير الديناصور ابنهم اسمه ايه. مش عارف والله، ده انا علمي علوم، ده انا كانت اقل مني. انا دلوقتي كديناصور لما اخلف ابني اكيد مش هسميه طارق، هسميه ديناصور برضو. اعمل له ايه؟ طيب تعرف ايه من اسماء الحيوانات غريبه مثلا ممكن محدش يعرفها؟ اولاد الحيوانات مثلا الحصان بيبقى ابنه اسمه مهر. وانا والله في حاجه جت في دماغي لسه خارج من درس كيمياء قفلني اصلا بقى مش شايف. فانا مش شايف قدامي. مساء الفل يا معلم طارق. صباح الجمال. ماليش فيه، ده كفايه الريحه، ده انا شايفكم كلكم قرب. ابن الضفدع. ايه ابن الضفدع ده؟ اسم ابن الضفدع يعني لو ضفدع اتجوز ضفدع النهارده هيخلفوا ايه؟ ضفدع. لا في إيه اسم تاني علمي؟ مش عارف. طب طب الخنفس، ابن الخنفس وربي ما. طب ما تعرفش اسم ابن الاسد؟ شبل ده اللي انا اعرفه. طيب خلاص هقول لكم حاجه سهله خالص، ابن الجمل. يا عم دي سهله. انا شاهدك دي سهله. جمل. جمله يعني جمل. ناقه صغير. ناقه باين. ناقه. يا نهار ابيض. اسمه ايه العلمي؟ قولي. مش عارف اسم ابن الجمل؟ لا طب لعلمك بقى اسمه بعرور. ما اتعلمتش، انا بدرس. اسمه بعرور. بعرور.